محمد استشهد بتاريخ 6/12/2021 وهو محتجز إلى الآن في ثلاجات الاحتلال. صرخة طالب الجميع بالقيام بمسؤولياته وخصوصا من أمام مقر الصليب الأحمر، لأنهم إحنا بنعتبرهم إن أولادنا أسرى وهم الجهة الوحيدة المسؤولة عن ملف الأسرى، ولا توجد جهة رسمية أخرى بتبني هذا الملف بشكل كامل. كلنا اليوم نفس الوقت بنفس التاريخ وبنفس البيان، رح نقرأ كلنا نفس البيان للمطالبة بجثامين أولادنا وصرخة أمهات أذيبوا سقيعة ثلاجات عن أجسادهم الطاهرة، وبدنا ولادنا وبكفي صمت وبكفي تخاذل، رح أطمني لآخر نفس فيه، رح أقول بدي ابني ورح أطالب وين قولوا لي أروح، أنا بدي أروح. بدنا ولادنا أذيبوا سقيعة ثلاجات عن أجسادهم الطاهرة، بكفي خذلان بكفي تقاعس وبكفي إهمال لهذا الملف. وزي ما حكيت احنا بدنا دعم لهذا الملف، احنا لحالنا ما عم نقدر، اهالي الشهداء ما بيقدروا بهذا الملف لحالهم، بدنا دعم دولي، بدنا دعم خارجي، هذا ملف سياسي، وين ما اروح بقولوا لي ملفكم ملف سياسي، ملف سياسي جيبوا لنا محاميين سياسيين.